بإمكانك تختار مثلا أي إفكت موجود عندك، وبإمكانك أيضا تشاهد تأثيرات يلي بقدمها هذا الإفكت من خلال الضغط على زر بلاي، وتشوف شو ممكن التأثير يضيف لك للفيديو. ومشان تضيف التأثير للفيديو أو للفيديو الخاص إليك، تضغط على زر السهم، بعدين تختار يا أما تقوم بتصوير الفيديو من خلال كاميرا الهاتف تبعتك، أو تعمل له استيراد أو إمبورت من الجاليري الموجود على جهازك أو من الملفات الموجودة على جهازك. بإمكانك تختار مثلا ريكورد نيو فيديو، يعني تصور فيديو جديد،